واش ممكن نعرف نتائج البكالوريا المغربية قبل انطلاقها؟ نعم، يمكن معرفة نتائج البكالوريا المغربية قبل انطلاقها، وغادي نفصلوا علاش. السؤال الثاني، هل انطلقت البكالوريا المغربية وهل تم إجراء هذا الاستحقاق الوطني؟ الجواب لا، وغادي نفصل ايضا علاش. والسؤال الثالث هو، هل البكالوريا المغربيه نظام تقويمي؟ الجواب لا، وغادي نفصل علاش. والسؤال الرابع اللي كنعتبره الاهم، واش كاين نظام تقويمي بديل؟ نعم، وغادي ايضا نفصل علاش. ما غاديش نقول بقاو في الاستماع، لان اللي غادي يبقى فعلا هو اللي يعني عنده الكبدة على بلاده، لأنه سيسمع كلاما حارقا جافا مثل شمس يوليو كما يقول إخواننا المصريون. دير السؤال الأول، واش ممكن نعرف نتائج البكالوريا قبل انطلاقها؟ المقياس الكمي اللي به كيجري تقويم حصيلة التعلمات هو مقياس معمم على الجميع، بمعنى أنه لكي نحكم على نجاعة هذا النظام، نظام البكالوريا، نعتمد على مدخل الأرقام، بمعنى عدد الذين اجتازوا الاختبار مقارنة بمن نجحوا في هذا الاختبار. وكلما كان الرقم بطبيعة الحال مرتفعا، كلما اعتبر ذلك نجاحا، حتى أن جميع المؤسسات فهمت بجميع أصنافها أن رقم أكبر يدل على عمل أعظم، ورقم نجاح قدر نقول أقل يدل على تهاون وعلى كسل وعلى خلل يقتضي القيام بإيفاد لجان تقصي وخبرة لمعرفة أسباب الرقم النحيف، مع أنه في الغالب هذا الرقم النحيف هو رقم جهة صادقة حقيقية تعكس حقيقة المنجز دون نفخ ودون مكياج. بمعنى أن المؤسسات التعليمية ولكي تتفادى السؤال ولكي تتفادى البحث والتقصي تضطر إلى التماشي مع نظام التقويم على أساس معايير كمية عددية رقمية، فيجري صناعة أرقام منفوخة ترضي الجميع ولا تطرح مشكلة السؤال ماذا يقع. والمغاربة كيقولوا سبق الميم ترتاح، ولكن هنا الصيغة ستصبح سبق النفخ ترتاح، نفخ في الأرقام. إذا البكالوريا صاحبة الجسد النحيف ولكن الحقيقي، تخضع للجلد والسؤال والاستنكار، ولكن البكالوريا صاحبة الجسد المنفوخ المحقون بالبوتوكس، بوتوكس النتائج الكاذبة، نتائج مكياج ثقيل، هذه تمر ولا تخضع للسؤال، بل يجري تكريمها والاحتفاء بها. وهنا ينبغي أن تقولوا، هل مغاربة الأمس كانوا أقل من مغاربة اليوم؟ ففي الأمس القريب لم نكن نتحدث عن أرقام 19-20، مع أن المغاربة الأمس يعني كان لهم جسد حقيقي، جسد أرسخ وأمتن. هذا المعيار الكمي يجعلنا نقول النتائج معروفة سلفا، هي نتائج جيدة تدل على عمل جيد واشتغال جيد، والكل سيبقى في موقعه لأنه قام بعمله، وهذا العمل لن يخضع للسؤال لأنه عمل جيد وهو صحيح منفوخ، ولكن لن يحتج أحد على جسد منفوخ ما دام ممكياج بالشكل المطلوب. صحيح أن هذا الجسد يعني منفوخ العضلات، محشوب البوتوكس السيليكون، ولن يستطيع مجابهة الحياة، لكن لا يهم، المهم أنه جسد جميل وفق
ما ترتضيه أو تقتضيه صالات العرض. إذن مسبقا أقول لكم وبلغة الرسميين نتائج بكالوريا 2022، والحمد لله نتائج جيدة وتدل على عمل جيد وعلى اشتغال جيد من جميع الفرقاء والجهات الوصية. ستشكر الجميع على هذا النجاح وعلى هذا العمل الجبار من جميع المستويات، وأنتم تعرفون هذه اللغة. لكن رجاء الجهات الرسمية تقول رجاء لا تقشروا الجلد، لأنه سيظهر البوتوكس وسيتدفق السيليكون. السؤال الثاني، هل انطلقت البكالوريا المغربية وهل تم إجراء هذا الاستحقاق الوطني؟ البكالوريا المغربية وبكلمة واحدة آخر نسخة حقيقية منها توقفت في اللحظة التي تحول فيها نظام التقويم من الدلالة الكيفية النوعية إلى الدلالة الكمية. يعني كان السؤال من نجح يتم تعويضه بسؤال كم نجح؟ إذا البكالوريا المغربية توقفت في بالنسبة لي في التسعينات، وباقي النسخ إلى الآن هي نسخ كمية ممسوخة لا علاقة لها بنظام تقويم رصين ومتين يبحث عن إعطاء مصداقية وقيمة للشهادات البكالوريا. يعني ونحن ننتظر إجراء أول بكالوريا مغربية حقيقية تفرز لنا نتائج حقيقية نصنع بها مستقبلا حقيقيا. السؤال الثالث، هل البكالوريا المغربية نظام تقويمي؟ التقويم هو نظام تشخيصي قبل أن يكون نظاما جزائيا، بمعنى أن الغاية الفضلى هي أولا تشخيص الواقع كما هو، لأن معرفة الواقع كما هو هي الأرضية الحقيقية لكل تخطيط حقيقي. في الرياضيات نعرف أن معطيات خاطئة لا يمكن أن تقود إلى نتائج صحيحة. واستدلاليا ومنطقيا، إذا ما يسمى تقويم الآن ليس تقويما. ماذا يمكن أن نسميه شخصيا هذا النظام التقويمي الحالي؟ هو نظام إملاء الفراغ بما يناسب. وقلوا على هذه الجملة بما يناسب، يعني في اختبارات كثير من المواد يجري الترويج لبنية قالبية ثابتة يسميها التلاميذ الجبري أو القالب، بمعنى أنه في اللغات، في الآداب، في الفلسفة، في كثير من المواد يعد التلاميذ هيكلا ثابتا ويتركون فراغات يجري ملؤها يوم الامتحان بمعطيات من النص. وهنا لا يهم خصوصية ولا تهم خصوصية النص المقترح، ولا يهم تطابق النص مع البنية القالبية. فالمهم هو تعويض الفراغات بشيء من النص المقترح. وهنا يتحول التلميذ إلى شخصية بروكست، هو اللي من لا يعرفه في الأسطورة اليونانية بروكست هو واحد الحداد وقاطع الطريق كان يهاجم الناس ويقوم بمط أجسادهم أو قطع أرجلهم لتناسب أطوال أجسامهم أو تتناسب أطوال أجسامهم مع سريره الحديدي. يعني الطويل يخسر والقصير يمطط. فيقوم التلميذ إذن بتمطيط الجواب أو تقصيره بحسب حجم الفراغ، بحسب حجم السرير. وهذه يصح الآن أن نسميها بالطريقة البروكوستية الجديدة في الجواب. هذا أمر غير منفصل عن التجارب التي يتم استدعاؤها لحل مشاكل المنظومة التعليمية بالمغرب. فكل هيئة رسمية لديها أيضا سرير بروكوست، وهي تمطط النماذج المستدعات أو تقصرها بحسب حجم السرير فتخلق لنا جسدا مشوه.
إذا ملء الفراغ بما يناسب، في الحقيقة البديل هو ملء الفراغ بما لا يناسب. كي يناسب. نصل للسؤال الرابع والأخير وهو المهم. هل هناك نظام تقويمي بديل؟ نعم هناك نظام تقويمي بديل، لكن لكي نكون لكي لا نكون بلداء، ينبغي أن نقول أيضا وبصراحة، هل تتحمل الدولة نظاما تقويميا بديلا؟ أي بعبارة أخرى، هل تتحمل الحقيقة؟ لأن السؤال الأهم ليس فقط ما هي الحقيقة، بل الأهم ماذا سنفعل بعد معرفة الحقيقة. إذن أساسيات نظام تقويم البديل ترتكز على نقاط بسيطة ومحددة ودقيقة، وتنقلنا بطبيعة الحال من حالة إلى حالة. أولا هو نظام نوعي كيفي وليس نظاما كميا، بمعنى لا يجري الفرح بالأرقام بل الفرح بالحقيقة كيفما كانت، ولا يجري مكافأة أصحاب الأرقام المرتفعة ولا توبيخ أصحاب الأرقام المتدنية، بل كل صيغة لها إجراء مناسب. مثلا الصيغة ذات الأرقام المنخفضة تخضع للدعم والتقوية، والصيغة ذات الأرقام المرتفعة تخضع لفحص مضاد تحت شعار نرفض الكذب. ثم ننتقل من نظام الدبلوم إلى نظام الدبلوم الخاضع للفتة اختبارية واقعية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول التي تحترم نفسها. حتى لو تقدمت بدبلوم فهو فقط توسيم عام، ثم تنتظر فترة إقرار واقعي تفيد بأن ما برهنت عليه عمليا من قدرات مطابق للدبلوم، حتى يتفق الجميع على أن العمل يعني سوق الشغل ليس مرتبطا بالدبلوم في حد ذاته، بل بما تثبته عمليا في وضعية عملية. مثلا أنت تقول لنا إن مستواك في اللغة الفرنسية جيد، طيب هذا مستوى يقول دبلوم، حسنا حدثنا عن نفسك بالفرنسية. إذن وضعية اختبارية حقيقية أمام لجنة حقيقية، سيهتمون بأن تكون أجساد شواهدهم حقيقية وليست بوتوكسية أو سيليكونية. المؤشر الآخر في هذا النظام التقويمي البديل هو العودة إلى نظام اللجان الاختبارية بدل الاختبارات الورقية، أي أن يتم تعيين مباشر للجان عن كل مادة تضم أساتذة يتم اختيارهم وهم من يجرون الاختبارات بصفة مباشرة عملية. أعطي مثال من مجال الرياضيات، يعني أمام لجنة مكونة من عدد معين من أساتذة هذه المادة، يتقدم التلميذ أو التلميذة إلى السبورة لينجز أمام الجميع تمرينا أمام الجميع، وهذا يعني نهاية كل أشكال الغش، والأهم اقتصاد في نفقات الورق. ثم مؤشر آخر هو أن يكون هذا النظام فيه تشجيع للأجوبة التحليلية الابتكارية بدل الأجوبة النمطية القالبية. بغير هذا سيظل بروكيست حيا في كل السياقات، وستبقى شهادة البكالوريا لا تساوي الحبر الذي تكتب فوقه. نريد بكالوريا يعني شهادة حقيقية لمغرب حقيقي. إذا أنا بالنسبة لي لا أنتظر نتائج بكالوريا 2022، بالنسبة لي النتائج معروفة، ما أنتظره هو عودة البكالوريا المغربية بعد غياب طويل. نحن ننتظرها وننتظر أن تعود لتعيد معها المغرب الذي كان، لتشكل المغرب الذي نريده أن يكون. شكرا لكم.